قبيلي مريم. انا هي اللي زرعت لها، انا هي مولات لي كلاس الدود، كاين مول الدوده وكاين لي كلاس الدود هي انا. واحد النهار واحد الحد خرجنا انا واختي ومن خالتي وراجلها وليداتنا، كانوا معنا 6 ديال الوليدات الصغار، الصغير فيهم عنده شهرين والكبيره فيهم عندها 10 عام. خرجنا باش نتغداو، مشينا لواحد لو ريستورون في دار كبسه، جلسنا ناكلو، جابوا لنا واحد لابايله. واحد الوقيته كناكلو هي تقول لي اختي مريم وقفي الماكله، ملي قلت لها شنو دايا ضرت عندك ما بقيتش تشوفي بزاف زعما كلي بلا ما تشوفي. ملي قلت لها شنو قالت لي شوفي شنو لقيت في لابايله، وديك الكروفات اللي كيديروها اون ديكوراسيون الفوق وحده فيهم فيها دوده. عيطنا لو سيرفور قلنا له السلام عليكم الله يخليك، شوف راه لقينا شو شنو لقينا في البايله. قال لي شاف عيطو يقول لي لا راه ماشي دوده جنجلانه. قلت لي لا شوف مزيان الشريف راه دوده، راه باينه في نوريك لا فوتو تو، راه باينه راه دوده الشريف راه ماشي جنجلانه. ويقول لي قلت له اصلا الجنجلانه ما كتكونش في البايله زعما شوف. مش قال لي واخا نورا الشيف، مشى عند الشيف ويخرج لنا خرج عندنا لو جيرون. قال لنا نتوما اللي زاري عندكم المشكل، قلنا ليه اه، قال لنا لا راه ما عنديش الدود. قلت له لا شريف شوف مزيان راه هذيك دوده. قال لي لا شوف راه ماشي دوده راه غير شي حاجه راه غير. قلت له لا شوفها مزيان، ملي شافها مزيان هو يورك عليها، توريك اللي ورك عليها. شافها واحد الوقيته مزيان وبان لي راه عرفها دوده. شوف اش دابا عشان نديرو، غادي نمشي فحالنا، عطيني لا فاكتور ديالي نخلصك، عطيني لا فاكتور تاعك باش نمشي فحال. قال لي واخا. دخل لداخل ويتم خارج ويقول لي راه لا فاكتور ما لقيت لا، جاب لي واحد البون، واحد البون واحد الورقه دوك لي بونبور كاتب فيها داكشي، وقال لي هذا هاكي لا فاكتور. وطليت عليها قلت له راه ماشي فاكتور زعما، دير لي الله داك الكاشي تاعك وكتب لي لي سيرو خليني زعما عطيني عطيني لا فاكتور تاعي مقاده. باش شافت وليداتنا صغار كلاو، الدري ديال عامين كلا من لاطيله، فإلا مرض ولا شي حاجه راك عارف. قال لي انا راه عندي كلشي، عندي لي كاميرا وعندي لاسيغونس وحنا ريستورون فاميليال. قلت لي مرحبا والف مرحبا. ملي ما بغاش يعطينا الفاكتور واحد القصه كي عرفت غدير، قلت له من الاول حنا مأدبين معاك وداكشي، حنا غندخلوا انا غندخل داخل غنتسنى حتى تجيك الفاكتور تاعي. خرجت بنتو، بناتو خرجوا لي سيرفور. خرجت لي فام دو بيناج شي كامل كيف الكوزينه اللي كيطيبوا يدو، خرجوا لي سيرفور. حنا ثلاث العيالات اللي دابا دفعنا درنا عليهم الدعوه هما جوج دو سيرفور وجوج لي فام دي ماناج اللي سلخو مزيان. الاخرين ما شنقول لك اللي عتقونا منهم شكون هما، هما اللي لي كليون اللي كانوا لداخل اللي تيقول لك صحابهم ايتو، هما اللي خرجوا هما اللي عاونونا باش خرجونا، لان كاينه العصا مزيان، كاينه التبويطات، كاينه كلشي اللي بغيتي زعما اللي كاين، كاينه البنيه ياك ما طلبت حاجه منهم. انا حنا اصلا عمرنا ما طلبنا منهم حتى حاجه، شحال صيفطوا الناس شحال هذا قال لك حنا كنهدوهم، شكون هو اللي كيهدد؟ حنا طلبنا من حاجه وحده من الاول، وحنا طالبين بالحكم، طالبين بالقضاء. حنا تعدوا علينا، مشينا مع وليداتنا، وليداتنا باقي الان خلوعين، مشينا مع وليداتنا باش ناكلو كما اي عائله كتخرج واحد النهار لحد، مشينا جلسنا في ان ريسو كما اي عائله كتخرج اي بلاصه. اه كاين الناس اللي تقول لك علاش ما طيبتيش داركم، ولكن راسي ما كامل كنطيب داري. خرجنا ذاك النهار كاين العصا، دونك حنا اللي طالبين طالبين بالحق، اش اللي طالبين به؟ المشكل اللي كنهضروا عليه من التعنيف ديال ثلاثه الامهات ووليداتهم في واحد الريستورون لقوا فيه دوده، وتحاولات المسطره للضرب والجرح المتبادل بعد ما هذوك الناس مشاو دبروا على الشواهد الطبيه، ودرنا خراجات ودرنا مقالات صحفيه. حتى كنستغرب اليوم اللي مول الحانه كيخرج بواحد الصوره ديال انا تلاقيت معاه وبغين كنت باغي نصوب عنده الشيشه، وبانني انا ما عرفتش شنو وانا درت ليه وصيفط ليه ودرت ليه. الواقعه هي بان اول مره في حياتي تلاقيت مع هذا الشخص، هذا هو النهار اللي توقع التعنيف ديال الاسره ديالي وديال وليداتي ووليدات الناس اللي كانوا معاهم والناس اللي كانوا معاهم، هذه هي الاولى. والنهار اللي وصلت للمحل عنده كانوا رجال الدارك في الباب باش نعرفوا بان نعطوا الصفه بان النهار اللي وصلت كانوا جوج ديال الدركيين. كنحمد الله ونشكر على الحضور ديال الدارك ذاك النهار في الوقت المناسب باش حماوا هذوك العيالات والوليدات من داكشي اللي وقع عليهم. وخرج عندي مول المحل مع السلام عليكم، قال لي راه كنعرفك انا راك كنعرف باك الله يرحمه، وعندي التصويره مع باك ومع الحسن الثاني. هذا الكلام ديالو، ما عندي ما نزيد ما نقص حيت ما جيش نزيد ونقص، ومعروف اصلا الحمد لله كل واحد لاقش على دارو، ما كنزيد ما كنقص. انا هذا الانسان اللي غلط في شي واحد كنقول راه غلطت فيك. قلت لي الله يجازيك بخير الحاج، حنا راه ما عندناش مشكل معك، حتى انا ما حضرتش عاود الاسلوب ديالي،
قلت لي راه عندك تماك واحد جوج ديال الاشخاص رجاله، انا ما هضرش على عندك فام ميناج وبنت وداكشي، انا كنهضر على جوج ديال الرجاله عنفوا امهات، كنهضرش على شي حاجه اخرى. حتى الدوده كاع ما جبدتها لي باش عرف البنان المساله ديال ديك الدوده اللي لقاو في الماكله عنده اللي كانت السبب ديال النزاع بعد ما طلبوا لهم العائله ديالي فاكتوره ديالهم ما جبدتهاش لي. كانوا جوج دار الدار كاينين تماك، قلت لهم الله يجازيكم بخير، باقيين في الداخل ديالو جوج ديال الناس عنفوا العيالات وجوج ديال لي فام ميناج اللي من بعد ما قالوا حتى لي فام دو ميناج الناس اللي كانوا حاضرين تماك خرجوهم لبرا. هادوك جوج ديال لي سيرفور طلعوهم من الدار كاينين السياره ديالهم ديال الدارك، كانت باقا واحد فام دو ميناج خرجوها لبصح حق حق الله، وكانت واحد السربيه اخرى واحد فام ميناج اخرى الملقبه بالشينويه قالوا لها لا هذه راه كتسالي السيرفيس ديالها معرفه. كلنا مشينا للتكنه ديال مشينا لابيتي ديال دار بوعزه، دخلنا دخلت عند القائد ديال نجلس تما قال لي تفضل دخل، دخلت حتى هو جلس حدايا واحد الوقت القائد ناضي يشوف لي زيليمون ديالو باش يبداو في المحاضر، كلهم داروا المحاضر ديالهم ديك الليله. هاد السيد جا عندي قلت لي شوف انا الله يجازيك بخير عندك الكاميرات تما، جبت الكاميرات باش الا كانوا الناس اللي معايا تظلموا خاصهم يتعاقبوا، والناس ديالك ولا تظلموا خاصهم يتعاقبوا. قال لي لا راه ديك الليله تضرب لي البارح في الليل ضرب لنا مشى الضوجه وضرب لي الكاميرات والدي في ار. هذا الاسلوب ديال هذا الكلام ديالو. دونك ديجا السيد ملي كانت العائله كطالبهم بفاكتوره بنتهم جاوباتهم بان ما عندهمش مشكل، بان عندهم الكاميرات وبان عندهم لاسيورونس وبان يوقع كاع اللي وقع. وكانت تسائل على هذه الخرجه اللي خرجت السيد اليوم اللي كيتهمني، انا صيفطتي لي عباد الله وانت كتصيفط لي عباد الله جاو لداري ورفضت باش نستقبلهم في داري، مشينا جلسنا في الدار واحد السيد الحمد لله، حيت انا ديما كنحمد الله ونشكره على بعض المرات كيطيح عليا شي افكار وكنشد ما يفيد، ومنين كيكون عندي اليقين بان ربي غادي يحاسبك على هادشي اللي درتي، كون على يقين بان هادشي كامل اللي درتي والشهود ديال الزور وهاد الظلم اللي كتظلم وباقي غادي فيه راك غادي تخلص. والسيدة راه من الناس اللي عتقوا لي مرتي ملي كنتو كاع محامين عليها. كان من هذا المنبر هذا كنأكد لكم بأن هذه المسألة مسألة رأي عام، وبين هذه المسألة ديال الشواهد الطبية اللي هي ولا تجاوز الظلم غادي نديروا على وقفات، وبأن هذا المشكل ديال الدودة هو ماشي المشكل الأساسي، المشكل الأساسي هو التعنيف ديال ثلاثة الأمهات ووليداتهم. أخيرا اللي غادي نوريكم هذيك الأم ديالهم اللي كتدعى بانها كانت لداخل وبانها ما شافتش المشكل وبانها ما كانتش تماك وبانها هذاك، كاين فيديوهات كيوثقوا بانها كانت مع السربايه ومع ديك لافون ميناج حتى هي كتدفع هالولا. وهذاك السيد اللي خرج كيقول بانهم ها هو التعنيف وها هو التعنيف.